البداية كالعادة بتكون مع أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الجمهورية الأهلي يستعد للمزايدة واستلم 4 عروض. الأخبار التصويب سلاح الأهلي لعبور بوابة سطيف. الأهرام المسائي آلام في ظهر الأهلي، أزمة دفاعية حادة قبل موقعة سطيف وكارتيرون يبحث عن حلول. الشروق مؤمن زكريا يخفض شروطه المالية لتجديد الأهلي، كارتيرون يطمئن على كوليبالي بعد إصابته، سعد جاهز ومعلول يبدأ التأهيل بعد العودة من تونس. آخر ساعة، الأهلي يجهز قوته الضاربة للعبور للنهائي الإفريقي، كارتيرون يبحث عن حل لشفرة بطل الجزائر. الوفد السولية يعلن التحدي، لن نتنازل عن دوري الأبطال، أنا رهن إشارة المنتخب وتلاحم المواسم سر أزمة الإصابات. المسا، 25 مليون جنيه في الطريق للأهلي، مسؤول الأحمر عاوزين حقنا من كوليبالي.